يسعى الشعب الجزائري إلى تطبيق كل الشعائر الدينية، ومع اقتراب عيد الأضحى سوق المواشي ببلدية فغالة ولاية بسكرة يشهد حركة غير عادية في آخر محطة له قبل العيد. أنا قلنا لك 10 وربي يسلك وحالك وحالك، أنت في حنينك وحنا في حنينك. هادي يا غادي ونروحوا نفرحوا ربي ونفرحوا. أنت على جال 200 ألف طيب القواشي ومن بعد أنت تخليها يجي. يا بابا يا هذا راه يعقبك لك بد لك اسمع أعطيو لنا 200 ألف باش يهزوش كيفاش هادو. هاي شكون اللي مد لنا 200 ألف؟ يا ودي مدها لنا تو روح. هاي هات. يا ودي والله ها عندي 100 ألف مقطعة هاي راح. الحاج أنا احنا ربحنا. أعطيك هادي ها. وين هي الأخرى؟ حتى حشوها. لا 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 نعطيها له هذه، هذه نعطيها له ب 100 سموه. ايه ده من نص 100 سلم وما عرفش يمدها لي ها هاك. الملعب جينا عزة تلقاها ب 20 مليون. ما تكونش يا الملعب خف وش بيه. كيما نزلت السوق هذا واش مع السواق اللي فات؟ يا ودي السوق شيني هذا طايح. شيني هذا؟ الخروف ب 7 ب 8 الخروف ها. كيما هذا قول قول. يشبه هذا او تاع السنه هذا عاد عام. لا وري سبحان الله الغنم تولي كيما البل مقطوعه. يا عرف ابني كان الدوله دعمتها وعد لها الراي راه ربما استقم ولا ما كان يا الجفاف الجفاف. قال لك واش على الاسواق نتاع الجفاف احمر راه الجفاف اسيدي رخيص ولا غالي. زوالي ما عيدش ولا عيد على حاجه ميته. 600 زايد على 50 حاجه ناقصه. لا لا قول لي الضره غادي نرشعوه ما سيدي في باب 8 سنه ما فيهاش اشكال. تاع خمسه اللي فات تاع خمسه اللي فات السنه راه بسبعه زايده من 2 ملايين. زايده 2 ملايين 2 ملايين ونص في الراس مربي. وانا تعيط لي تجار مطلعوا تجار مطلعوا الشرج عليك الموال باع للتاجر والتاجر راهو يدير براي والله. خويا راهو غالي. طالع بلافون طالع نزل طالع السوق. ما كانش حاجه تعمر العين. حاجه ب 6 ملايين وما تعمر لكش عينك الصراحه. 6 ملايين كانت العام اللي فات بربع ملايين. 3 ونص 6 ملايين كانت تجيب لك حاجه زينه العام اللي فات. السنه طالع ياسر. الزوالي الزوالي حليلو الزوالي ما يعيدش الصراحه. والله غير ثقيل السوق يقول لك هو غالي غالي ما كاينش الغلا اللي راه باين باين يعني الرسمي. والله والمشتري يا المشتري ثقيل ما كانش البيع ما كانش تسوى ما كاين البيع ما كانش. واش تشوف يعني الغلاء هذا يعني منين جاي؟ منين جاي من الثروه الحيوانيه نقصت ما بقاتش ياسر يعني والماكله غاليه ثاني. الماكله غاليه؟ ايه حتى المال ما بقاش يعني ما بقاش الغلم نقصت بعد. عطونا سبعه هذا عطونا هذوك تسعه. كم يعني كم كان والو مش معاونا اللي راه الموال بعد بصفه خاصه الموال راقدين عليه والو ما كانش موال ما مشي راعي وليه طول. وشي زعما هنا في السوق عندنا شي سلاله اللي كاين جلال ولا كش مكان؟ ايه السلاله هي المخيره تاع ولاد جلال يعني بصفه خاصه تاع ولاد جلال هي الرسمي. الزلاله الصحراوي يا خويا. اه السلاله هي اخويا. لا السلاله هذه السلاله الصحراوي. كاينين واحد اخرين ولا كاين غير ولاد جلال هنايا؟ لا لا كاين كاين مش غير ولاد جلال كاينه بصح الرسمي ولاد جلال هي اللي غاليه. ايه لا باز على ولاد جلال هي. تضارب في الاراء. موال يندد بتوافق في الاسعار مع غلاء العلف ومواطن في حيره من امره. طازج حلة جديدة وذوق أروع. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.